بداية الفيديو كده عايزة أقول تحية خاصة لكل أهل العراق، لأن هم مشجعيني دايما على الفيديوهات بتاعتي. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض الروتين بتاعي بتاع كل يوم. طبعا الروتين ده هيبدأ بعد ما ولادي ما راحوا المدرسة بتاعتهم او الحضانة. بدأت كده زي ما انتوا شايفين، هبدأ معاكم في الروتين بتاعي طول اليوم طبعا، وده طبعا الروتين اليوم بتاعي بتاع كل يوم. بس عايزة اقول لكم قبل ما نبتدي الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك لو انت اول مرة تشوفي القناة عندي. طبعا يسعدني وجودك تكوني موجودة معايا، وكمان مستنية كومنتاتكم اللي بتفرحني. ويلا بينا طبعا علشان نبتدي الفيديو. هنا كده زي ما انتوا شايفين اول حاجة ابتديت بيها اللي هو طبعا القرش بتاعي. زي ما انتوا شايفين في الاول كده كان مبهدل شوية، بس مش قوي يعني. بس انا ايه حبيت برضو ان انا اوريكو على طبيعته كان عامل ازاي. هنا كده انا اشتلت الكفر بتاع الانتريه او الكسوة بتاعت الانتريه علشان اغسلها عبال ما انا اخلص بقية الحاجة اللي ورايا في البيت، فقلت هغسلها بسرعة كده. وطبعا زي ما انتم شايفين برضو الكنبة هنا، الايد بتاعت الكنبة ما كانتش نظيفة برضو، ديت همسحها كده برضو بمسحها على الناشف. كنت قبل كده نزلت الفيديو معاكم على طريقة غسل الانتريه بتاعنا بغسله ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، الفيديو ده هتلاقوه على القناة. زي ما انتم شايفين انا اشتلت الكسوة كلها بتاعت الانتريه، وطبعا بدأت ان انا انفط فيه كده علشان طبعا لو في عليه اي اتربة او اي حاجة طبعا تتشال معايا بسهولة. هنا طبعا برضو الخطوة بتاعت الشيل بتاع الكسة وبتاعت الانتريه او الغطا بتاع الانتريه مش بشيله طبعا كل يوم، لا ده كل اسبوع بس بعمل الحركة دي علشان خاطر تبقى نظيفة معايا. زي ما انتوا شايفين كده هنا بقى دلوقتي اخدتها طبعا وحطيتها في الغسالة اغسلهم. وبعد كده هشوف اللي ورايا في قلب البيت عبال ما هم يتغسلوا. كان في هنا شوية مواعين وما كانش في عندي حاجات في المطبخ يعني كتير، كان في حبة مواعين صغيرين كانوا بايتين من بالليل يعني على بيات. كده دلوقتي بغسلهم علشان خاطر لما اجي اطبخ بقى ما يكونش عندي اي حاجة في قلب المطبخ وتكون الدنيا نظيفة عندي، اعرف اشتغل بقى في قلب البيت براحتي او اطبخ براحتي والمطبخ عليا يبقى نظيف وما تعبش. والحلة هنا برضو دي كنت بغسلها علشان خاطر هطبخ فيها اليوم ده، بصراحة كنت عاملة فيه كشري، ولادي قالوا لي يا ماما احنا نفسنا في الكشري، فكنت هعمل لهم اليوم ده كشري. فحبيت ان انا اعمل كل حاجة، طبعا انتوا عارفين الكشري بتبقى حلل كتيرة، فقلت انا مش هكتر على نفسي ومش هدوخ نفسي، فها ايه هظبط الدنيا الاول في المطبخ وبعد كده هبتدي ان انا ايه اطبخ. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي طبعا الغسيل بتاعي زي ما انتوا شايفين خلاص كان اتعمل، ونشرته اهوت المفارش. هي طبعا مش هتاخد اكتر من نص ساعة يعني على الحبال بره، لان هي هتنشف بسرعة لان انا عصرها في الغسالة كويس، عبال طبعا ما اكون انا خلصت طبيخ وكده تكون هي نشفت معايا. هنا بقى دلوقتي زي ما انتوا شايفين بدأت كده ان انا احضر في الكشري بتاعي، وطبعا المطبخ بتاعي بقى زي الفل ورا مني وعلى الحوض وكله على الرخامة. فبدأت دلوقتي بقى احضر الكشري بتاعي. هنا عملت الشعرية وعملت الرز، طبعا حمرت الشعرية وحطيت عليها الرز وقلبتها طبعا، وحطيت عليها المية بتاعتها دي مية مغلية طبعا من الكتل. وطبعا بقى هبتدي بقى اظبط الملح بتاعي بتاع الرز. في ناس بتحب الكشري بتحط على الرز توابل وكده، ولكن احنا مش بنحبه كده لان هو بتاع بره ما بيبقاش جاي عليه توابل، هو بيبقى رز بس ومعمول عليه الملح لكن مش بيبقى عليه توابل. فزي ما انتوا شايفين بقى خلاص قلبته هنا بقى دلوقتي وسبته بقى عشان يردد معايا. هنا بقى في الحلة التانية جبت فص كده من الثوم وحمرته علشان خاطر اعمل الصلصة بتاعة الكشري طبعا علشان خاطر ايه اظبطها يعني. زي ما انتوا شايفين كده خلاص التومة بتاعتي احمرت، وبدأت بقى خلاص حطيت عليها الخل علشان طبعا بتبقى حلوة بالخل. وبعدين بعد كده حطيت عليها صلصة الطماطم، وحطيت طبعا التوابل بتاعتي فلفل وكمون وشوية من الملح.
ممكن كمان تحطي شطة، بس طبعا الشطة ما بحطهاش عليه عشان لو في أطفال صغيرة أو كده، فالشطة بعملها خارجية طبعا بتاعة الكشري. هنا كنت حاسة ان الطماطم بتاعتي كانت فاتحة، لونها فاتح، فحطيت عليها ايه، معلقة من الصلصة. والله برضو بعد ما حطيت عليها الصلصة برضو حاسة ان هي فاتحة، ما كانتش غامقة كده زي ما انتوا شايفين كده. انا اعتبر خلصت الاكل طبعا، والمكرونة عملتها والبصل وكله. هنا بقى خلاص كانت بعد ما خلصت الاكل بتاعي، كانت الكسوة بتاعت الانتريه او الغطا بتاع الانتريه كان نشف الحمد لله، ما اخدش والله معايا وقت خالص، يعني هي نص ساعة طبعا في الشمس وكده، فكل ده كان راح. وعلى فكرة كل ده كنا بقينا الساعة كام، كنا حوالي الساعة 11:30 كده يعني. ما يعني الدنيا خلصت معايا بسرعة. طبعا فرشتهم كده بقى زي ما انتم شايفين على الانتريه، وابتديت بقى ان انا انضف الترابيزه، المعها وكده، عشان طبعا برضو لو عليها اي اتربه او ايدين الولاد او كده عليها. مسحتها كويس جدا. وبعد كده بقى ايه، بدات ان انا عشان اكنس بقى، اشتلت الترابيزه طبعا واشتلت كل حاجه كانت على الارض. وبعد كده بدأت ان انا اكنس الارضيات كده زي ما انتوا شايفين. وهنا كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي، خلاص انا كنت خلصت اللي ورايا، ورحت جبت ابني من الحضانة زي ما انتم شايفين كده، وبعدين حطيت لهم يتغدوا، وبنتي كمان اجت واتغدينا الحمد لله. طبعا ده الكشري بعد ما خلص. انا ما كنتش جبت معاكم بقيت الفيديو بتاعه يعني، علشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. هنا بقى بعد ما اتغدينا زي ما انتوا شايفين كده، طبعا عيالي قعدوا ريحوا شوية، ما خليتهمش يعني يقعدوا يذاكروا على طول عشان ما يبقوش تعبانين. وزي ما انتوا شايفين بقى بعدها قعدوا ذاكروا كده وخلصوا الواجبات بتاعتهم الحمد لله. بعد كده بقى خلاص عشان يتعشوا بقى، اجا وقت العشاء. طبعا هما بيناموا بدري، ما بيناموش متأخر علشان خاطر الحضانة وكده، ما حبوش ان هما ياكلوا اكل يعني، فجبت لهم علبة لبن بالشوكولاتة، وقال لي وقالوا لي عايزين بسكوت يا ماما.
فكانوا زي ما انتوا شايفين اتعشوا طبعا وناموا. بعد كده بقى دلوقتي اجا بقى بابانا من الشغل طبعا، طبعا بقى حضرت العشاء ليه وقعدت طبعا اتعشيت انا وهو، كان عشاء خفيف جدا يعني. زي ما انتوا شايفين كان جبنة رومي ولانشون ومربى وجبنة اللي هي الفيتا وخيار، كان حاجات بسيطة يعني. وكمان طبعا عملت معاهم كوبايتين شاي، علشان بقى طبعا ما بنعرفش نتعشى الا غير بالشاي، وطبعا برضو في الفطار طبعا في كل بيت مصري نفس الوضع ده كده يعني، زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بعد كده بقى خلاص طبعا اتعشينا، تعالوا بقى اتفضلوا معايا. اتعشينا بقى الحمد لله. وبعد كده بقى بعد ما اتعشيت طبعا بقى دلوقتي دخلت على يعني جبت اللاب بقى، المفروض ان انا هجيب اللاب دلوقتي. وبعدين هقعد بقى منتج الفيديو اللي انتوا المفروض اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي دوت. طبعا بقى ده الروتين بتاعي بتاع كل يوم يعني. بعد كده خلاص بقى بعد ما منتجت الفيديو المفروض اقول لكم بقى تصبحوا على الف خير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى لو انت اول مرة تشوف القناة عندي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، واشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.